بغيتي زعما تاخذين عموله من هاد الناس هذا، هي كتتاكد في جميع المراحل انها لم تستقبل احد اللي داخل المصحه، بمعنى هي ما جابتش ناس اللي هما مرض وكتدخلهم داخل المصحه باش تمشي انها تاخذ مساعدات احسانيه على قبلهم. الناس كانوا ديجا في المصحه، لان المصحه بالنسبه ليها قالت لك تاخذ جميع الحالات المرضيه، ما كيبقاوش يشوفوا شنو هو الجانب المادي. كان اللي كيوصل داخل في المصحه وكتب تعليمات ديال الدكتور حسن التازي انه ما ياخذوش مع الناس ضمانات وما ياخذوش عندهم مقابل مادي طالما انهم في حاله تطبيب مستعجل، انهم يتلقاو العلاج ديالهم ومن بعد يشوفوا مع العائلات ديالهم. وفي كيقولوا ما كان لينا موظفات، بانه في كثير من الاحيان ان الدكتور التازي كان كيتكلم بصفه شخصيه، اللي ما عندوش كان كيوقع وكيكتب لهم الور دو دكتور التازي، بمعنى هو غيتكلف باقي العلاج. هي كان بحكم ان العائله ديالها حتى هي لقات واحد صعوبه كبيره جدا في باقي المستشفيات وباقي المصحات، وما لقاتش كيفاش انها تخلص عليهم هذاك الفواتير اللي كانت هي طلبت منها قبلا في مصحات معينه، وبان مصحه الشفاء هي اللي لقات في هذا الامر هذا ولات كتدخل لها عائلتها كامله، تزامنت مع الفتره ديال كوفيد، فكانوا خمسه ديال العائله ديالها في المستشفى، وشافت بان كثير حالات اللي معوزه ما كرفضهاش المستشفى، وقررت انها زعما تدخل في هذا الاطار ديال ماشي الاحسان وانما انها تساعدهم على حسب المفهوم الضيق اللي عندها في دماغها وعلى حسب التعامل ديالها مع الاشخاص. فكانت كتقول بان راه ما عندهاش حتى شي عموله، هذا ما كانش كتاخذ حتى شي مقابل، وهي العائله ديالها كانت كتخلص عليها، بمعنى مره ما كان عندها شي اتفاق مع المصحه او مع مالك المصحه او مع مونيا بن شقرون. التواصل الوحيد اللي كان معها عند مع واحد الموظفه اللي هي كتاكدات دابا كما اكدوا الناس اللي كانوا سامعوا لهم اللي هما اللي كانوا قدموا الاحسان في تواصلهم معها، بانهم كانوا كيتعاملوا مع مديره، ولكن المديره الاسم اللي تعطات هنايا في جميع المصرحين هنايا في المحاضر اللي تعرضت في المحكمه ما كتعلقش لا مونيا بن شقرون ولا حسن التازي. وحتى في سؤال المحكمه لجميع الناس اللي كانوا هما دابا اليوم دابا معتقلين قالوا لهم بان راه ما عندهمش تواصل، عمرهم ما كيتلقاو تعليمات بهذا الخصوص هذا لا من حسن التازي ولا من مونيا بن شقرون. فهذا هو الامر اللي كيهمنا. السؤال استاذه بالنسبه كانت المواجهه الجلسه السابقه اليوم على اساس ان هذا الفاعله خير او المتهمه الرئيسيه في الملف كانت كتلقى المبالغ مع المحسنين في حسابها الخاص، ومن بعد بدات كتحول كتلقاها عبر حساب البنت ديالها. واش كان عندها الحق واخا فاعله اجتماعيه انها تهضر مع المحسنين باسم المصحه وتاخذ التبرعات ديالهم في حسابها الشخصي؟ الى جينا على الحق بمعنى كدوي على القانون، هو من ناحيه القانونيه حتى واحد ما عنده الحق، لان راه حتى دابا حنايا ملي كنشوفوا هنا عبر وسائل التواصل كنلقاو بان شي ناس راه هما كل حتى هما كياخذوا هذيك وظيفه بانهم راه كيقدموا واحد الاحسان او كيطلبوا غير في مجموعات جروبات ديال نسويه او مختلطه كيطلبوا مساعده لفائده واحد الشخص اخر. فمن دابا فعلا خاصهم يعرفوا بان راه الامور كلها تخالف القانون، وبان فعلا راه ممكن يدخلوا في واحد الاطار اللي هو موجب الاعتقال، وفعلا الاحسان العمومي عنده واحد قانون وعنده واحد ديباجه وعنده واحد الامور التي تؤطره، ماشي اي واحد كيدير هذه المسائل. الخطا اللي كيديروا الناس عبر وسائل التواصل في انهم كيطلبوا مساعدات ماليه من اشخاص غير معروفين وغير معلومين وكيطلبوها علنا وكيتاخذوا عبر حساباتهم البنكيه وعبر وفا كاش او عبر كيف ما بغات تكون القيمه، فهذا امر يخالف القانون وموجب للمتابعه ويحرك الدعوه العموميه، فهاد الناس خاصها ترد بالها. نفس الامر وقع لهذه السيدة هذه، هي دابا في حد الساعه كتقول بانني انا قدمت فقط مساعدات للناس اللي هما معوزه بالاتصال بواحد الناس اخرين اللي قدموا لهم مساعدات. قالت لي ما كنتش عارفه بان الامر يخالف القانون وبانه موجب للمتابعه وبانه غير قانوني وبانني ما خاصنيش نحط واحد الاموال ديال المحسنين في الحساب البنك ديالي. وقالت كتير ما كنتش عارفه بان راه الامر غير قانوني، كان عندي واحد المشكل في الحساب البنكي الخاص بيا، فاضطريت اني نستعمل الحساب الخاص للابنه ديالي الى حين انني نعالج الاشكال اللي عندي في الحساب البنكي ديالي ثم اني ناخذ مساعدات. فسؤال المحكمه كان لها علاش اساسا هذه الامور هذه كتاخذيها في الحساب البنكي ديالك، علاش ما كتكونش في الحساب الخاص للمصحه؟ فقالت لي لان الناس رفضوا انهم يعطوني مصحه الحساب البنكي المصحه. قال لها واش انت تواصلتي مع المدير العام المصحه؟ لا. قالت لي انا عمرني ما كان عندي تواصل مع حسن التازي. اذا قال لها انت ما عندكش الموافقه ديالو؟ لا ما عنديش الموافقه ديالو، ما عنديش العلم ديالو، ما عنديش معرفه به، ما عنديش تواصل به، الناس ما بقاش تعطيني الحساب البنكي، فاضطريت انني كندير الحساب البنكي ديالي في غير علم وغير سوء نيه في انني الفلوس هذه كندخلها في الحساب ديالي.